ميسان، دائما بينحكى عن أهمية الأسنان وأهمية صحتهم وأيضا الاعتناء بالأسنان وبنظافتهم، ولازم نحافظ دائما على لثة سليمة لأنه الفم السليم دليل كتير كبير على صحة الجسم بشكل عام. واليوم رح نحكي أكثر عن أحد الأمراض يلي ممكن أنه تصيب اللثة، وهي الجيوب اللثوية، يلي ممكن أنه يؤدي إهمالها إلى مشاكل كتير كبيرة. أسباب الإصابة بهالمرض طرق العلاج، اليوم رح يخبرنا أكثر عنه الدكتور محمد أنيس الشيشكلي، أخصائي علاج الأسنان وتجميلها. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. يا هلا فيك. يسعد صباحك دكتور. صباحك. دكتور، مثل ما قالت أنيس، كثير بيقولوا أنه لازم نهتم باللثة تبعيتنا ولازم ندير بالنا عليها. بنسمع اليوم عن الجيوب اللثوية، بشكل عام شو هي الجيوب اللثوية؟ قبل ما نحكي عن الجيوب بس خليني أعرف شوي شكل اللثة الطبيعي. اللثة هي نسيج وردي له شكل مرقط مثل شكل قشرة البرتقال. الجيوب اللثوية بشكل عام موجودة طبيعيا والتهابيا. نعم. الجيوب اللثوية الطبيعية هي عادة اللي بتكون من 1 ل 3 مليمتر، بس تزداد عن 3 مليمتر نحن بنعتبرها جيوب مرضية. هي المكان الفاصل بين اللثة أو هو مكان الاتصال بين السن واللثة والعظم اللي فيه السن. طب دكتور، كيف بيكون التهاب اللثة؟ هلا اللثة بشكل عام او الجيوب اللثوية هي تطور لالتهاب اللثة. يعني نحن وقت يكون عندنا التهاب لثوي نترك او نهمل هذا الالتهاب اللثوي بدون علاج بيتطور للجيوب اللثوية. هلا بعض العلامات اللي بتدل على انه نحن عندنا التهاب لثوي او عندنا جيوب لثوية هي احمرار اللثة، نزف اللثة، رائحة فم كريهة، خلخلة الاسنان احيانا، يعني ممكن توصل لمراحل يصير فيها قلقلة او خلخلة للاسنان. يعني هالاعراض بس يشوفها المريض ما لازم يهمل ابدا. تماما. بشكل عام كل حدا بيهمل شوي صحة الاسنان. بشكل عام حلاوة الحجرة الفموية، يعني لكن احنا كمان ما بدنا نحصر الحجرة الفموية بالاسنان واللثة بس، نحن عندنا اسنان، عندنا لثة، عندنا نسج داعمة، عندنا اللسان وعندنا ألجمة اللسان، هي كلها من مكونات الحجرة الفموية. ومثل ما تفضلتي باول ما بلشتي وحكيتي، علاقة الحجرة الفموية مع الجسم علاقة تأثر وتأثير. تماما. يعني الجسم بيتأثر بصحة الحجرة الفموية بكل مكوناتها، والحجرة الفموية بتتأثر بصحة الجسم. فنحن ايمتى ما شاف المريض اي علامة من علامات التهاب اللثة، وهذا شيء واضح للمرضى، وابسط علامة هي اثناء التفريش انه بشوف دم، فممكن يراجع طبيب الاسنان فورا. يعني ممكن هذا الشيء فورا يدلنا انه ممكن هذا الموضوع يتطور ويصير اكيد جيوب هي مشعرات مرضيه. نحن برجع بقول لك ما عندنا جيوب لثويه ما بلشت بالتهاب لثه. التهاب اللثه وقت تطور او خليني اقول لك وقت ما تعالج فتطور تحول لل. طيب شو الاسباب انه بتصير عند الاشخاص جيوب لثويه؟ يعني هل هي نتيجه الاهمال؟ هل هي نتيجه عدم النظافه؟ شو هي الاسباب؟ لكن في كثير اسباب للجيوب اللثويه. بشكل عام الاشخاص بعمر 30 ل 40 سنه والرجال اكثر من النساء معرضين للاصابه بامراض النسج الداعمه او بالجيوب اللثويه. ايضا في عندنا كثير شغلات ثانيه مثل المريض المدخن، مرضى السكري، الامرأة بتغير هرموناتها بشكل عام أثناء الدورة الشهرية أو بالفترة اللي خليني إليك هي كتير حساسة بحياة المرأة، هي فترة الحمل والأرضاع أو فترة انقطاع الدورة الشهرية، فترة سن اليأس. مثل ما قلت لك مريض السكري، المرضى اللي بياخدوا الكيماويات أو المرضى بشكل عام اللي بياخدوا أدوية بتعمل جفاف باللعاب. وطبعا إضافة لموضوع إهمال الصحة الفموية، والسبب الأهم كمان والرئيسي اللي هو فيها شوي ظلم للمرضى هو السبب الوراثي. دكتور، خلينا نتعرف أكثر على طرق علاج هذا الالتهاب وكيف بتم، وأيضا هو من أحد علاجاته هي الدوائية ممكن تكون؟ هلأ بشكل عام نحن كل 6 شهور أي شخص سليم ما هو مريض، يعني نحن ما بنقول له مريض، لازم يزور عيادة الأسنان. في عنا طبقة من الجير نتيجة الملونات ورسابات اللعاب وأي شيء نحن بنتناوله بتتكون على الأسنان، هي طبقة لازم تتنظف كل 6 شهور. هي الثقافة لازم يمكن تنزرع عند الأشخاص، لأنه وقتها يعني الواحد يحس بألم بوجع ضرسه بيهمله، فما بالك انه يروح كل 6 شهور للأسف لعند دكتور. تماما. لازم تنتشر هي ثقافة. أكيد، لأنه للأسف طب الأسنان آلام صامتة بأغلبها حتى توصل للمراحل المتطورة، فوقتها بيضطر المريض يروح وهو متأخر. فهذا التنظيف اللي بيصير أو التقليح اللي بيصير عن طبيب الأسنان هو بداية العلاج أو هو أبسط علاج للجيوب اللثوية. أحيانا تطور الجيوب اللثوية أو وجود جيوب كبيرة أو مثلا إحساسنا بوجود قلقلة، أو طبيب الأسنان أو أخصائي اللثة هو بشكل عام شخص وجود قلقلة بالأسنان، فممكن نتجه للشيء الثاني اللي هو
المضامد اللي فيها كلورهيكسيدين، او ممكن نتجه للعلاج الدوائي عن طريق الميترينديزول او الدوكسيكلينات او اي نوع من الصادات الحيويه والمضادات الحيويه، او نلجا للحل الاخير اللي هو الحل الجراحي او الطعوم العظمي. امتى بنلجا للحل الاخير، حل جراحي، وكيف بيكون؟ هلا بنلجا للحل الاخير وقت بيكون عندنا كثير درجه عاليه من الجيوب اللثويه، عندنا قلقله كبيره بالاسنان، في فرصه للحفاظ على الاسنان، فنحن بنلجا للحل الجراحي اللي هو شقين. الحل الجراحي البسيط اللي هو انه طبيب الاسنان بشق هالمنطقه، بنظف جذر الاسنان، بحاول يعطينا بيئه خاليه من الجراثيم، وبيرجع بسكر بخيط بطريقه معينه لحتى يحاول يسكر الجيوب اللثويه. او الحل اللي هو اكثر صعوبه شوي وهو الحالات المتطوره اكثر، اللي هو الطعوم العظميه، سواء كانت طعوم ذاتيه يعني من قبه الحنك عند المريض، او طعوم صناعيه اللي هي مثلا غشاءات كولاجينيه مع طعم عظمي صناعي. شو هي الطعوم يعني بس مشان نوضح للناس؟ هلا الطعوم هي مواد بترجع بتحفز على تكوين العظم بهالمنطقه، لانه ممكن يروح العظم ليش تماما. هلا اقول لك شغله، هي الجيوب اللثويه بشكل عام، لان احنا المرضى عندهم فكره انه اللثه انحسرت. هلا اللثه هي وقت تنحسر هي عم تلحق عظم، يعني احنا العظم نتيجه خسارته، هي الخساره بالعظم، فلسه بتفقد ارتباطها البشروي مع هذا العظم فبتلحق العظم. بس هي بالنهايه هي خساره عظميه مو بس خساره لثويه. دكتور، من اي عمر ممكن تظهر هالاعراض ويظهر هالالتهاب؟ هلا الجيوب اللثويه ما لها عمر محدد، لانه برجع بقول لك هي مرتبطه بعده عوامل. يعني هي مرتبطه بعوامل وراثيه، بس بشكل عام هي شائعه بين سن 30 ل 40 سنه، وبتزداد مع التقدم بالعمر. وبرجع يعني مثل ما قلت لك قبل، في عندنا مرضى مهيئين اكثر للجيوب اللثويه، لان المرضى المدخنين، مرضى السرطان، مرضى نقص المناعه بشكل عام، سواء كان ايدز او اي نوع امراض اخرى، والمرضى اللي عندهم سكري هن اكثر المرضى المعرضين لهي القصه. طب هدول الاشخاص اللي ممكن عندهم بعض الامراض، كيف بيقدروا انه هن يوقوا حالهم من الجيوب اللثويه بشكل عام، انه ما يصير عندهم التهاب الجيوب اللثويه وما يوصلوا لمراحل متقدمه؟ يعني هلا الوقايه دائما برجع بقول لك هي المتابعه، يعني نحن عم نقول للشخص او المريض الطبيعي لازم يعمل زياره كل 6 شهور لطبيب الاسنان، فهدول الاشخاص لازم يكونوا دائما في كنترول على موضوع لسه، في زيارات دائمه عن طبيب الاسنان، في تنظير وتنظيف للجذور، دائما ما يكون عندنا بيئه جرثوميه بهي الجيوب، لانه الحجره الفمويه فيها يعني فيها عدد كبير كثير من البكتيريا. وبرجع بقول لك مثل ما حكيت الانسه باول لقاء، هي البكتيريا او هي البيئه الجرثوميه اذا تحفزت ممكن تنتقل للقلب، ممكن تنتقل للمفاصل، ممكن حتى هلا في دراسات جديده انه المرضى اللي عندهم التهاب جيوب لثويه هن غير قادرين على السيطره على سكر الدم احيانا، اصاباتهم بالنوبات القلبيه اعلى، حتى بالنسبه للحوامل عم تصير ولادات بوزن قليل. تماما، يعني ممكن تظهر الاعراض وما يعرفوا انه سببها هي التهاب الجيوب اللثويه. بالضبط، والعكس صحيح. يعني العكس، يعني ليش قلت لك هي علاقه تاثير وتاثر، لانه ممكن تصير مثلا التهابات جيوب لثويه بسبب امراض ثانيه، والعكس صحيح. تماما. يعني فينا نقول انه السبب هو انتقال الجراثيم من الفم للجسم، او هو ارتباطات عصبيه؟ لا هو انتقال هاي الرشاحه الالتهابيه اللي بتصير بمنطقه الجيوب اللثويه عن طريق الاقنيه اللي موجوده بالحجره الفمويه ومتصله بالجسم، فبتنتقل لاعضاء ثانيه بالجسم. طيب دكتور، يعني في حال صار عندنا هالالتهاب، ذكرت لنا انه ممكن يكون لها تاثيرات على كل الجسم، لكن على الحجره الفمويه قديش ممكن يكون لها تاثير وانتقالات ثانيه؟ هلا التاثير كثير كبير على الحجره الفمويه، لهيك برجع بقول لك يعني اكثر عرض موجود هو قلع الاسنان، لانه بصير خلخله كبيره بالسن، يعني السن بصير بلش بالدرجات الحركه الاولى والثانيه والثالثه ليوصل لانه يضطر لا سمح الله المريض ليقلع السن، واحيانا بينقلع السن حتى ما ياثر، يعني حتى مثل ما تفضلتي حضرتك ما ينتقل من جيب لثوي بسن معين لجيوب اخرى، فبنضطر نقلع هذا السن، بننظف المنطقه، بنسكر مكان الجيب، وبنوصف صادات حيويه او كورس ادويه للمريض. بترجع بتترمم المنطقه يعني اذا خلعتوا الضرس؟ لانه مثلا هلا بنشوف كثير في اشخاص فعلا عم يخلعوا بعد فتره عم يلجؤوا للزرع بحال انه صار معهم هذا الموضوع، فيهم يلجؤوا هدول الاشخاص؟ هلا لاقول لك شغله، هذا الموضوع شوي معقد وطويل، انه نحن يرجع يرمم العظم، فهذا بيعتمد على قديش الخساره اللي كانت موجوده، قديش استمر السن بعد القلع. هلا مثل ما تفضلتي ممكن يحتاج المريض للزرع، بيجي ليزرع بيقول له الدكتور انت بحاجه طعم عظمي، فهذا الشيء له علاقه بكثير عوامل، قديش كانت الخساره العظميه، قديش عمر المريض، قديش بالاساس المريض عنده كثافه عظميه او صحه عظمه سليمه، فهي اكثر من عامل مع بعض.
قديش ممكن العمل الغذائي وعنصر الغذاء والتغذية ممكن كمان تأثر على هالمرض، وممكن أنه نحن نقدر نوقي حالنا عن طريق التغذية والأكل الصحي؟ التغذية السليمة بشكل عام والعناية الصحية الفموية هي أهم العوامل اللي بتقي من الجيوب اللسوية، يعني نقص الفيتامينات، نقص المعادن، نقص الحديد بشكل عام، نقص الفيتامين سي، كله محفز على وجود التهابات لسوية بالحجرة الفموية. فنحن وقت نسعى على نظام غذائي سليم، وللأسف ما موجود تقريبا عند 99% مننا، فأكيد بيكون الوضع الحجرة الفموية بشكل عام أفضل. دائما الناس بتسال انه هل كافي انه واحد يفرش اسنانه لحتى هو ما بقى يصير في بكتيريا بالفم، او طبعا لازم يلجا لطرق معقمه اخرى لحتى انه هو يقي نفسه؟ هلا بشكل عام ورئيسي هن شغلتين، يعني هو فرشات الاسنان المتعارف عليها عند كل شعوب العالم، والخيط السني اللي هو يعني بلش هلا شوي يصير متعارف عنه. هلا الشيء اللي ممكن نحن نضيفه هو مضامد ممكن باستشاره طبيب ناخذها كل فتره، تحوي على ماده الكلورهكسيدين، ممكن نستخدمها من اسبوع ل 10 ايام مثلا كل 3 شهور، ما بنزيد استخدامها طبعا لانه هي ماده مصبغه ممكن تصبغ الاسنان، وزياره طبيب الاسنان. يعني بشكل عام هي الناس عم تبعد، نحن عم نحاول نبرر انه ما في مهرب يبعدوا عن زياره طبيب الاسنان، ما في مهرب، كله بيفوت خايف. ومثل ما قلت لك هو الموضوع الوراثي شوي بطب الاسنان، يعني حتى عم بقرا دراسه من فتره على موضوع الجيوب اللسويه، 30% من الحالات اللي عندهم او المرضى اللي عندهم التهابات وجيوب لسويه هي حالات وراثيه، علما انه مرضى صحيين غذائهم سليم بيعتنوا بالصحه الفمويه، بس بالنهايه في شيء اسمه جينيتك او وراثه. ممكن هنا ما يكون بيعرفوا انه في حدا عندهم بالعائله منصاب بهالالتهاب ويتفاجئوا فيه، لكن دكتور بما انه بلشت وحكيت لنا على انه لازم الواحد اكيد يفرش اسنانه بعناية ويستخدم المضامد والخيط، خلينا نحكي أكثر قديش ممكن الواحد يقدر، يعني بيقول يمكن إذا فرشت أسناني كثير إنه أنا خلاص يعني هيك صرت بأمان، كم مرة لازم الواحد يفرش أسنانه؟ لا مينيموم، نحن عم نحكي عن مرتين، يكون في عمل وقائي. مينيموم عم نحكي عن مرتين، يعني هو ما رح أقول لك أول ما نفيق وقبل ما ننام وبعد كل وجبة، هو هذا الشيء اللي كتير لازم نتعود عليه كلنا بشكل عام، بس مينيموم على الأقل مرتين، واستخدام الخيط مرة باليوم أو مرة على الأقل يوم أي يوم. لا. والمضاميد؟ المضاميد هلأ باستشارة الطبيب، يعني غالبا نحن ما لنا كتير بحاجتها، هي زيادة وقاية بس ممكن كل 3 شهور نستخدمها أسبوع لعشرة أيام. هلأ نسمع أنه كمان زيادة فرشاية الأسنان أنه أكثر من مرتين بتأذي، مو أكثر من مرتين؟ لا. يعني هي بشكل عام برجع بقول لك نحن أهم فرشايتين عندنا هن صباحا ومساء وبعد الوجبات، فنحن خلينا نقول وسطيا عندنا 4 مرات فعليا، الا اذا بناكل كثير، يعني عندنا 6-7 مرات وقت شيء ثاني. فلا، زياده فرشات الاسنان ما بتاذي، هو اللي بيأذي طريقه التفريش او شكل التفريش او زياده الكثير، يعني احنا مثلا عم نفرش 6 أو 7 أو 8 مرات هذا اكيد شيء مؤذي. يعني كمان بالنهايه بدنا نعرف شغله، انه الرضع اللسه قد ما كان بسيط هو شيء مؤذي للسه، واللسه بنفس الوقت يعني حلاوه اللسه انه هي متسامحه، قد ما هي بتمرض بسرعه قد ما هي بتطيب بسرعه، فالفرشايه الزائده هي نوع من الرض اللي بيصير على اللسه. وحتى الكز على الاسنان بالليل اللي هو كثير منتشر كمان بهذا الوقت، او الصرير الليلي نحن بنقول له، هذا الضغط الاطباقي اللي بيعمله الصرير الليلي على الاسنان فتره طويله ممكن يؤدي لجيوب لسويه والتهابات لسه. يعني يمكن اعراض، يعني اسباب كثيره ممكن تساعد على هذا الموضوع والواحد بيهمله. اعراض شو؟ اعراض يعني كثير شغلات تماماً ممكن انه تسبب الجيوب اللثويه والواحد كثير بيهملها. تماما، يعني هو المشكله انه ما في كثير توعيه بيكون بموضوع السني واللثوي، فهذا الشيء بيخلي المرضى، ومثل ما قلتي قبل شوي هو الخوف من طبيب الاسنان او من عياده الاسنان، فبيبعد المريض شوي عن معرفه انه شو لازم اعمل، كيف بدي دير بالي على لستي، كيف بدي دير بالي على اسناني. هلا بس عم نهتم بالتجميل القريش، يمكن هلا العالم يعني مثل ما قالت ميسان انه عم بتجهوا للامور التجميليه اكثر من الامور يعني الصحيه اللي لازم تكون فيها حاله اسنانهم، خاصه يمكن الصبايا والشباب، هون كيف عم بيتم التوعيه بهالامور؟ هلا ليكي بشكل عام لازم المريض يعرف شغله، انه المرحله التجميليه هي المرحله الاخيره بعلاج اسنانه. يعني نحن وقت بيجي المريض حتى لو كان مريض اسنانه سليمه، نحن بنطلب صور شعاعيه بنشخص الصحه الفمويه، إذا كان في أي نخور أو التهابات لسوية هي لازم تتعالج قطعاً بالدرجة الأولى. بالنهاية نحن بننتقل للمرحلة التجميلية. هالمرحلة التجميلية كمان المريض لازم يعرف شغلة، إنه التعويض التجميلي قد ما كان حلو ببدايته شكلاً ورائع وكذا وعجبه، بس بالنهاية إذا نحن ما عندنا لسة سليمة
ما عندنا أعصاب أسنان سليمة، ما عندنا أسنان سليمة، فالتعويض التجميلي ما رح يدوم، فرح نضطر مستقبلا لعلاجات ثانيه معقده اكثر. يعني اذا احتنا يعني بما انه كثير التجميل اخر شيء فينير ولومينير وهدول، اذا استخدمهم الواحد على اسنان ما انا سليمه هذا الشيء بيؤدي لكثير امراض. هلا بشكل عام ممكن تطبيقهم الغلط يزيد الامراض او يعمل امراض، فما بالك اذا هي الامراض موجوده بالاساس. قبل ما نختم دكتور، يمكن هذا الموضوع هلا صار شائع كثير كبير، انه بيتم استخدام قوالب تجميليه عم توضع بالفم، قديش هي ممكن تاثر على اللثه كمان؟ هلا القوالب التبييض المنزلي بشكل عام او القوالب التجميليه اللي هي الفينير المتحرك، خليني احكي عن الشقين بسرعه. الفينير المتحرك هو للاسف شيء ما هو علمي نهائيا، يعني اكاديميا وعلميا هو شيء ما هو موجود، هو بدعه اخترعوها الناس احيانا لاشخاص عندهم مناسبات سريعه. ممكن يستخدموه مثلا بهالمناسبه وينكب فورا، انه هو بيعمل التهاب لثوي تماما، بيعمل التهاب لثوي بشكل فظيع بعد فتره. موضوع القوالب تبع التبييض المنزلي ايضا كمان اذا ما درنا بالنا او بمساعده طبيب الاسنان، اذا ما عرفنا كيف بدها تطبق هالماده وحاولنا انه نبعد عن حرق اللثه وهيك، فممكن تعمل مشاكل والتهابات لثويه. يعني احنا بدنا نشكرك دكتور لكل هالمعلومات يلي على اعطيتنا اياها وقدمت لنا اياها اليوم. بنتمنى انه كل الناس فعلا ياخذوا بنصائحك ويتوجهوا لعند دائما طبيب الاسنان كل فتره، وما يهم اسنانهم، لانه عن جد الاهتمام بالاسنان هو موضوع كثير مهم. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا دكتور.